وبالنسبة لنعمة الاستقرار التي تعززت بمساهمة التجربة الحكومية الجديدة، فقد كنا صريحين عند عرض الحصيلة في القول بكون الحكومة ساهمت في تحقيقها. فالسيد رئيس الحكومة الذي تعوزه الإنجازات يريد أن يقحم حكومته في نجاحات هي بريئة منها، براءة الذئب من دم يوسف. وهو يعلم علم اليقين أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب لا يمكن إدخاله في بنود حصيلة العمل الحكومي، بل العكس هو الصحيح. فجو الاستقرار الذي ميز الله به هذا البلد الأمين هو الذي جاء بهذه الحكومة. دابا الحصيلة قبل أن تكون أوراق نتلوها على بعضنا ونتسجل فيها، الحصيلة هي ما كايناش في المجتمع وفي الواقع. الحصيلة مع حذف الياء المرحلية الهزيلة والتي لم ترق قطعا لأبسط تطلع هي الحصلة. ليس عجبا أن تعاني هذه الحكومة من الارتباك ومن بطء في وتيرة الأداء ومن ضعف في الإنجاز، وتصاب بانعدام القدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم. وأنا أعترف أن هنالك تقصير من قبلي ومن قبل الحكومة التي أترأسها. الشكر المخجل للمقهورين على صبرهم ودعوتهم الصريحة والضمنية إلى المزيد من الصبر. وغنبقى نقولها لهم ولا عاود صبروا معايا غنعاود نشكرهم. أليس في هذا الشكر اعترافا بأنكم جرجرتم الناس إلى المحن وستقومون وسقتموهم إلى ضيق العيش؟ وغنبقى نقولها لهم ولا عاود صبروا معايا غنعاود نشكرهم. وأن الحكومة التي تدعون أنها نزلت بردا وسلاما قد تاجرت في المكتسبات الاجتماعية وتجاوزت الخطوط الحمراء الشهيرة وتحولت إلى نافخ الكير الذي ينفث في لهيب الزيادات في الأسعار ويلفح جيوب المواطنين ويلتهم قدرتهم الشرائية ويحول حياتهم الهادئة المطمئنة سابقا إلى جحيم اليوم. واللي كان عنده الإمكانيات باش يصبر يصبر ويتحمل، هذا هو المجتمع التضامني. وماذا ستقول للمواطنين الذين صدقوا وعودكم؟ عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. التضييق على العمل النقابي وقمع الاحتجاجات السلمية. نعم نستعمل القوة حين يحتل الشارع العام. بأنكم بدأتم مسيرتكم الحكومية بالدعايات لتسريع وتيرة الإصلاح من خلال إعلان الحرب على الفساد والمفسدين، وتظاهرتم بالجدية بأنه ربما كنقلب على شي طرق ملتوية باش ناخذ شي مقعد. ايوا يضحك صافي الشعب عطاك باش تضحك، ضحك مع راسك وانا تنصفق على الضحكة ديالك. زيد يا سيدي.